الشباب يعني ما اهتم له. ها موجودين زايد وشيء عندنا فقرة مفروض شويكم قايمين. فقرة ايش؟ فقرة التحدي. الفقرة فقرتكم شباب الكل وشباب معكم نشوف الابداع نشوف الامتاع. هذه صوت من؟ صوت من؟ صوت يا في راس الماء. ايوه صادق عند عادل هيف. بس انكم ما تركزون فيها ليش؟ لأن لانكم تفكرون في البرايم لانه بعده على طول. احنا نركز الزعيزي وندعي عليه الزعيزي الله يكتب النجر يبشر والله بالنجر. هلا يا هلا اوه يا شيخ يا هلا البزنس كفو البارح الله اقول هلا يا ارجوكم الاداره يا مشيدين في اي اشارات لا تسوونها لانهم بيدعون عليكم والله يا متسابقين اللي بعدنا اللي يدعون عليكم دعم تستاهلونه. شوف الزعيزي ما نقول فيه شيء صوته كفو وهو كفو الله يستر عليه الله يستر عليه لا نقول فيه شيء ابو حسن الله يمسيه بالخير يا هلا البزنس كفو يا حلوه حلوه ابو حسن يا ابو حسن ما ودك والله العظيم نفسي ابو حسن يعني اله كذا اخذه في جيبي طول عمره احطه ادق زي كذا اما لوبي والله العظيم اني صادق ولا حقت شو اسمه؟ صفين اصبري يا عين لا تبكي بدل الله لابسه ثوب ازرق امس يعني ما يحتاج الله يرزقنا المحتوى لا الامور طيب شوف الكتوه فوق الذا ايوه كتوه كتوه تشوف فرحك خشت على وجهك عندك الماد عندك شاس شاس بس هذا بس كتوة عادي انا بجيب العيد اها يا ما يحب الكتاوة هذي مفتاح الموتر وين؟ هو يا ليت بالله الدباب وين راح؟ وديته رجعته كم طيب استاجرته؟ ها؟ كم استاجرته؟ مبلغ زين نساعدك ها؟ نساعدك وش؟ اني فاصل ترى يا شباب تاخذون علي نساعدك فيه طيب تساعدني بوش؟ مبلغ خلاص خلص من صدق والله نعم والله ايوه رجال يهني الصباح وش ال طيب انا انا ذا ايش اسمه ذا عند علي طيب بس يقول حق خويه يعني علي اي اي كيف جدي كيف اي كيف خويه كيف انت صح اي صح الحين ندور عليه هين توقع بكم قيمتها غاليه يا ولد صينيه هذه شو اسمها تجي من الصين شحن عارف انه شحن لكن عادي تشحنك كأنك تشحن جوالك ايه اقسم بالله اقول لك هذه شحن عادي هي تحطها بكرتون ما الحق كرتون هذه مع المواعين وتجيبها يا ولد ممتازة والله تربع يشطف كراعي شاص يديك الرين خل شو اسمه مشاوير طويلة وما تصل عندنا في تربة لان العيال الله يهديهم يلف عليك لا ما يلف عليك اصلا حق الحارة إذا وقفت عندهم ولا شيء يدفونك. عاد يدفونك يقلبونك على طول. ما في واحد اثنين. يعني أمس بدخل الدراجة داخل. أنت ليه ما دخلتها؟ قالوا لي في الإدارة قالوا لا تدخلها لأن الدراجة ثقيلة. قالوا يمكن أنها تضر الهنجر الأرضية. أنا استغربت أمس إنه كذا وعلي دخل. بس شفت ذي لو أخذها مع عيلة ربا. خذها عمي نايف حطها عند حط فيها على عمي نايف الله يجزاه بالخير الله يمسيه بالخير بعد شيل عمك نايف ها شيل والله شوف يا طمر السبب هو اللي يشيلها ليش تعال بيده يا اخي نايف هذا والله لا اكثر ما تسولف فيه ابو نفسي اشوفه طالع يجيك هذا لا اثنين ودنا نشوفهم صراحه مينو؟ عمك نايف ونواف هذا خال مشاري شفنا خال مشاري جانا خال مشاري ما لقيتني بعد ما شفته عليه اما بالنسبه للنايف بيجيك ابو عماد شو اسم امك؟ انا كل اعلنت عنها ذاك اليوم شو اسمه؟ والله قول طيب والله اني نحن طيب على الهواء على الهواء مباشره طيب شو اسمها؟ خلاص فاتك وي لا خلاص تسال خلاص امي موزت على اسمها الله يخليها لك الله يحفظها ان شاء الله البث ذاك اليوم قايل هنا يوم الشباب كلهم يوم الشباب كلهم خبروا خبرت والله ما انا عادي عندي والله
كلنا عندنا عادي. ها؟ شباب متشددين. إيه حصل. ده تخلي تشدد عند الجماعة. لا شوف من محمد العبيان وش اسمه؟ رسمة هي. شدنا أي أحد. شوف أقول لك أنا بقول لك يا تعال متى انفكت العقدة؟ تعال متى انفكت العقدة؟ وصلت في ناس حافظت عند الثلاث يعني. فاطمة سعد رجاء. حلو يا تطور الوضع الحمد لله يعني ما هو بس الاسم الاول لا حلو كويس اقول لك تعال متين فكت العقده يوم عرف اسم ام سيف ايه منين خلاص ايوه هناك شباب كلهم علموه كل شاري عمر وش شاري عمر نوره ابو شايع ابو شايع حداكم ها اعرف حرف الشاء حول حال منها شرها شرها صح شرها 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 من ودك فيصل فايز الله يذكر فيصل بالخير حتى الجمهور حافظ تركيا وكذا ما اضطروا عبد الله فريدي فيحة عبد الله الروقي شريفه فاحه عبد الله الروقي شريفه زايد فاطمه سعد رجاء مصلط موضي سلطان فهد فارع شيخ السير شيخ السير منال زود الله يخليها لك موزة السعيدي ها موزة السعيدي نعم الله يذكره بخير من باقي من باقي خلنا نبدا من الركن سيف سيف قلناها مسفر مسفر اسمه ايش عمشا ايه عمشا عمشا اعتقد عمشا عندي هنا عمشا خلنا نقول من باقي على الجايدي اخو جود هو الوحيد اللي معلم ابغى حاجه وما بشوف لا لا روح خلاص وجبت ترى هو التحدي الاكبر الحين الوحيد اللي ما تعرفه تصرف انت فوتت الفرصه يا ام الشباب جايين ذاك اليوم اما صح عماد اما صح سوي له ريلتي هذاك اليوم وين يوم جو قرب علي ايه ما شاء الله عليهم اسمع الحين الوقت ذايا بسلك عمان وقتهم يفرق عنا يلا حيهم نعم ساعة واحدة. بالضبط طيب لا تنقص دقيقة ولا تزيد دقيقة حلو الوقت ذا في رمضان ايش كلام صديق ايش اقول الوقت ذا في عمان وش تسوي هذا اكون الحين جالس العب كورة تمرين لا في الحارة في البيت ولا في العب كورة في البيت هناك في الشباب يجتمعون كذي ونلعب كورة ونلعب معهم انت اخوانك ما شاء الله كم عددهم كلهم 12 مغاديانا ما شاء الله تبارك الله ارحب يلا حيهم ارحب يا ولد منيرة ارحب السلام عليكم السلام عليكم السلام ارحب عليكم السلام ورحمة الله هلا بولد منيرة هلا احنا كنا في سالفة اقول لكم اياها ان الرجال انسحب من التحدي منو علي علي من علي الجعيدي اروح البس طقمك اليمس وتعال انا بكمل لا خلاص احنا الحين جايبين حركه جديده في عندنا حركه جديده لا عشان تعرفون شباب الكول والله شوف علي ما ينسحب وانا وسيف النوب عنه والنعم فيكم لكن احنا من فريقه وانا من بعيد وحنا انت ما انت معنا اي وانت معنا انت تبان صف يا شيخ تبان صف ما نبجاك الحرج شيخ اي والله انا الحرج كنت شيخ بعد هذا له احترام لان شيختك انت ما في حالك صح قول فهد ما في حالي ما نبقى شيء ما شفت الفرح اللي اعترتني قبل شوي ولا ما راح تقول كذي يا شرحه يوم جتك الورده كذا يعني مروق لا اليوم انا ولا عادي روق فرحان اليوم فرحان ولد منير ترحيب والعلوم يا عيال بندر العلوم اقول لك الحين جالسين نقول جيراننا هنا احنا ما نفتكت عقدة سيف خلاص الشباب كلهم خليهم كان هام من يعرف اسم امك ايه بالله خليهم والله يجي مفقع خبر كلنا علمنا والله تحن عليهم يا عيال تسمعوا صوتي من اليوم